إذا مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا في البداية بدنا نتناول مواضيعنا المحلية. اليوم كان في مؤتمر صحفي لمديرة مركز تطوير المناهج الأستاذة ربا البطاينة. طبعا كان الحديث في هذا المؤتمر الصحفي عن عطاء أحيل لتطوير منهجي العلوم والرياضيات. التطوير لن يشمل فقط المرحلة التأسيسية وإنما من الروضة حتى التوجيهي بمراحل لتطوير مادتي العلوم والرياضيات. بتعرفوا يعني العلوم والرياضيات الذكاء الفطنة العقل الموضوع مش تلقيني، وبالتالي يفترض أن تكون المناهج ليست تلقينية، تركز على الإبداع على التفكير، وهذه التأسيس من الروضة ومن الأول والثاني سينعكس على طلابنا خلال المراحل الأساسية والإعدادية والثانوية، وبكل تأكيد سينعكس ذلك على المخرج النهائي للطالب الأردني وتمكنه من مواد ليست سهلة ومواد العلوم والرياضيات وهي مفاتيح للإبداع. يعني اللي صاروا أطباء واللي صاروا مهندسين شاطرين واللي صاروا مخترعين واللي صاروا علوم حاسوب لا شك إنهم شاطرين في الرياضيات والعلوم، لأن هي التي تؤسس والتي تسمح للعقل بعد ذلك لأن يستوعب علم الطب وعلم الهندسة وعلم الحاسوب وعلم كذا وكذا وكذا من التخصصات العلمية الرياضيات والعلوم. طيب بداية اسمحوا لنا قبل أن نذهب إلى التحليل وإلى التشخيص وإلى الاستماع لوجهات النظر في هذه الخطة الرسمية يعني مركز تطوير المناهج الأردني، خلينا نشوف لقطات لما يعني تفضلت به الأستاذة ربا البطاينة اليوم في مؤتمرها الصحفي. كان في كثير من التساؤلات في الإعلام حول لماذا بدأت بالعلوم والرياضيات، وكمان مرة بأكد أن العلوم والرياضيات هي مواد عالمية، ليس هناك علوم أردنية أو رياضيات أردنية وعلوم أمريكية ورياضيات أمريكية وغيرها من الدول. العلوم والرياضيات هي مواد عالمية، طلابنا الأردنيين طلبتنا بناتنا وأولادنا يجلسون وينافسون أقرانهم من دول أخرى في الاختبارات العالمية البيزا والتيمس، وقد لاحظنا أنه في تراجع في أداء طلبتنا في هذه الاختبارات، لذلك ارتأينا أن نقوم بتطوير المناهج لكي نتمكن من إمدادهم بالمهارات الأساسية التي تمكنهم في التنافس في هذه الاختبارات وإحراز مراكز متقدمة فيها. بعض الناس كمان سألوا ليش مثلا كولينز، ليش مش على أيدي خبراء أردنيين؟ جميع الأعمال في المركز الوطني لتطوير المناهج تبدأ من الوطن، نبدأ بتشكيل الفرق تضع الأسس كما وضعنا في الإطار العام للمناهج وفي أطر الرياضيات والعلوم، وبعد ذلك ما تقوم به كولينز هو تطوير المحتوى الموجود لديها لكي يناسب الأردن والبيئة الأردنية والطالب الأردني. عندما تم التنافس ضمن العطاء على لاختيار دار النشر التي ستناسبنا، أمددتنا كولينز بالكثير من العينات من كتبها التي تستخدم حول العالم، نظرت الفرق الوطنية وتدارست هذه الكتب باللغة الإنجليزية وقررت أن هذه الكتب هي الأفضل للأردن. قمنا بمراجعة هذه الكتب، وبعد ذلك قمنا أيضا بتزويد كولينز بنسخ عربية وأخرى مترجمة إلى اللغة الإنجليزية من الأطر التي أعددناها لكي يقوموا بالتأليف حسب هذه الأطر. فالكتب كان المحتوى موجود عند كولينز، محتوى علوم رياضيات عالمي، وقمنا أيضا بتكييف هذا المحتوى ليناسب الأطر الأردنية سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا دكتورة ربا البطاينة وحديث عن هذه الخطة الأردنية الآن لتطوير مناهج العلوم والرياضيات وما ذكرته. يعني دكتورة ربا مهم بأنه علم العلوم والرياضيات ما في إشي اسمه علوم أردنية ورياضيات أردنية، يعني زي الاجتماعيات والله التربية الوطنية الجغرافيا، حتى راح تركزنا على جغرافية الأردن ودول المنطقة حتى لو بعدين توسعت إلى دول العالم، ولكن لا شك أنه راح يكون في شيء أردني خاص، الدين يعني كذا، هذه لا علوم عامة. نحكي عن علوم والرياضيات، ابن اليابان اللي بدرس بطوكيو زي اللي بدرس بقرية ساكب مثلا، هو هذا علم واحد بده يتطور وبده ينشأ من طوكيو لساكب نفس العلم. خلينا
الآن نحلل ونسمع وجهات نظر الخبراء، ونرحب بخبيرة المناهج وأساليب التدريس الدكتورة روناهي مجدلاوي. دكتورة روناهي مساء الخير. أهلا. تحياتي دكتورة، يعطيك العافية. أهلا. يعني بداية من خلال خبرتك واطلاعك وتجاربك في داخل الأردن وخارج الأردن، حابب تعلقي لنا على هذه الخطوة من مركز تطوير المناهج بموضوع العلوم والرياضيات. أسعد الله مساءكم وشكرا لكم لاهتمامكم في هذا الموضوع. لا شك أن العلوم والرياضيات هما يعني تبنى عليهم العلوم. لو أخذت الرياضيات معروف لكن كالصينس هو ملك العلوم. وأي عملية تغيير في المناهج نعم يعني تبدأ من هذين. لو طلعنا مثلا على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في غزو الفضاء في عام 1959 لما روسيا أطلقت المركب الفضائي سبوتنيك، وكانت التوجه في التغيير للتطور في الولايات المتحدة الأمريكية نحو الرياضيات والعلوم. ففعليا النهضة تبدأ من هذين الحقلين المعرفين، وفعليا لنتفق أنه هاي لغة يعني لغة عالمية. الآن لو اطلعنا على الثورة التكنولوجية والثورة المعرفية أساسها هذين العلمين الرياضيات والعلوم، والعلوم أصلا مبنية على الرياضيات. فبالتالي فعليا تبدأ عملية التغيير والتطوير في المناهج من هذين العلمين، لأنه فعليا تكتسب لغة عالمية. لو نظرنا أيضا إلى الامتحانات في الفيزا والتنس هي تأخذ الصبغة العالمية، ومع الثورة التكنولوجية والمعرفية ما عاد المتعلم الأردني يقتصر منافسته على في اقليمه او في 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 بلده، بل بالعكس يتخذ منحا عالميا في عمليه الفهم، في حل المشكلات، في الاستقصاء والتفكير. وهذه مهارات يعني تبدا من الرياضيات والعلوم، لكنها ايضا يعني تنتقل للمواد الاخرى، المواد المحوريه والمواد الانسانيه. نعم يعني بالنهايه دكتوره خلينا نحكي اذا احنا بدنا اذا بدنا اطباء، بدنا مهندسين، بدنا رواد فضاء، ربما مخترعين، لازم نقويهم من طفولتهم بالعلوم والرياضيات. نبدا من العلوم والرياضيات. ولنقل انه حتى التوجهات نماذج التعلم ونماذج المناهج التي بنيت معظمها ناتج عن السباق الغزو الفضاء بين الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. فعليا فيما يتعلق في الرياضيات والعلوم، وهذا أثر على المناهج الأخرى. يعني هذا أثر على المناهج الأخرى في عملية تطويرها وفي إعادة النظر فيها فعليا لتكون مساندة وداعمة لمبحثي الرياضيات والعلوم. جميل جدا، جميل جدا. الآن الأردن زي ما فهمنا من اليوم من الدكتورة روبا أنه صار فيه عطاء، حالة عطاء، و يعني يمكن رسل عطاء على كولينز اللي كانت تتحدث عنها الدكتورة روبا، وبالنهاية هي يعني حتى يعني ما نخاف احنا انه موضوع اجنبي، قالت انه هو علم عالمي وبالتالي هي راح احنا نعربه بما يناسبنا. هذه الخطوة كيف قرأتيها دكتورة روناهي؟ هلأ لنقل انه انا من الناس اللي دائما يعني انا خبرت مناهج التدريس، ودائما يعني لنقل اني انا متحيزة، وبالعكس في انا خبرات وتجارب وكفاءات أردنية بنت مناهج في دول عربية. لكن هذا لا يلغي أبدا استفادتنا من التجارب العالمية. كولينز، بيرسون، مكميلا، في عندنا شركات كبرى في العالم. المنهاج الآن له صناعة ونحن نتمنى ونرجو من الله في المستقبل أن تكون الأردن بلد فيها صناعة مناهج على مستوى، لأنه إحنا في الإقليم العربي لا يوجد عندنا صناعة مناهج. المنهاج صناعة وبناء الكتب والتأليف، وهذا يعني أنا مع تجربتي في دول في صناعة وبناء المناهج فعليا هي يعني صناعة ولها أسسها ولها وصولها. يعني لا شك أنه استفادتنا من تجربة كولينز ومن تجارب الشركات الكبرى في العالم نعم جيدة، لأنه هذا ممكن في النهاية إن شاء الله يؤدي إلى وجود مناهج حتى في الرياضيات والعلوم تكون مبنية من خبرات وطنية أردنية. جميل. وهذا يمكن كان الحال في منها. نعم يعني أنت بتتحدث عن 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 شركات مناهج أصلاً يعني لها أكثر من قرنين، من 200 سنة تبنى المناهج. شركة كولينز أو شركة بيرسون، وبالتالي لها تجربة غنية. يعني الإطلاع أو ناشونال جيوغرافيك أيضا في السوشيال ستادز لهم طبعا، وفي في الساينس كمان في علوم الفضاء. ففي شركات كبرى فممكن الاستفادة من تجربتهما، بالعكس بالتطوير والتحديث أيضا يعني حتى الخبراء الأردنيين أو
الخبرات والتعوم الأردني تستفيد من هذه التجارب، بيصير في نوع من التبادل والاحتكاك يعني والتفاعل، وهذا شيء جيد إيجابي يعني. جميل. بتعتقدي إنه يعني تعميم التجربة، هذه المناهج اللي راح تصنعها كولينز واللي احنا راح يعني نشوف المناسب منها، هل ممكن انها تصل الى البوادي، الى القرى، الى المخيمات، ولا راح تكون محتكرة فقط لفئة المدارس الخاصة في عمان؟ يعني البعض يتساءل. لا لا، لنقل يعني في قضيتين اساس. اول شيء اذا احنا انطلقنا من ان التعلم حق للجميع، والتعلم عملية مستمرة، وكل طفل قادر على التعلم وكل طالب لديه المقدرة على التعلم، إذا اتفقنا وانطلقنا من ذلك، وبالتالي نعم، فالابن البادية زي ابن عمان، زي ابن العقبة، ابن قرى في المطرق، يعني من شمال الأردن لجنوبها، من شرقها لغربها، له حق أن يتعلم ويحصل على فرصة تعلم جيدة. لكن لنقل إنه عملية التحديث والتغيير لا تتوقف فقط عند المنهاج، المنهاج عنصر أساسي لا شك، لكن لدينا تدريب وإعداد المعلم وتأهيله ليستطيع أن ينفذ هذا المنهاج بشكل جيد. لدينا أيضا بيئة التعلم الأصل أن تكون جيدة وإيجابية ودافعة، إذا هذه المناهج تنمي التفكير والإبداع والاستقصاء، فبدنا بيئة إيجابية. أيضا نريد قيادة تربوية وإدارات تربوية تسمح لهذا المعلم والطلاب بممارسة التعلم بطريقة جيدة. فبالتالي هذا يعني حق المساواة عليهم والفرص، نعم يتيح المنهاج إذا بني بطريقة نعم تشجع على التفكير والابتكار، وهذا من حق المتعلم مكانة الأردن. يعني دكتورة، احنا دائما كنا نقول بأنه احنا بدناش مناهجنا تركز على موضوع التلقين، وانه الطفل او الطالب بكل المراحل الدراسيه يدرس بس عشان الامتحان، يفرغ المعلومات اللي درسها بورقه الامتحان وبعدين ينسى كل شيء، وبدنا ننتقل لمرحله من التفكير والابداع. هل يعني احنا فعلا قادرين على ذلك؟ دائما كانت خطواتنا خجوله، احنا عندنا منهاج لازم نخلص المنهاج ويكون عدد صفحات كبيره، ممكن ننتقل زي ما انتقلت دول فنلندا وغيرها في مناهجها دكتور؟ نعم يعني هذا ليس مستبعدا، لو طلعنا على تجربة فنلندا ولا سنغافورة كيف كانت يعني قبل سنوات وكيف نهضت بالتعليم، حتى تجربة اليابان وتجربة كوريا الجنوبية، كثير من الدول نستطيع أن نبدأ إذا إن زي ما ذكرت أن العملية التربوية عملية تفاعلية تشاركية فيها يعني تفاعل أكثر من عنصر وليس عنصرا واحدا. المنهاج شيء أساسي، ودوما أنا أقول أن المنهاج الجيد هذا يحتاج إلى معلم أيضا معد بشكل جيد، فإذا ما تم إعدادهما بشكل جيد مع بيئة تعلم جيدة أكيد هي تبعث عليه. إحنا لدينا تجارب، لو طلعت حضرتك بالربط إنجازات طلابنا في الحساب الذهني، نحن نحقق يعني نتائج وإنجازات من غير أن يكون منهجنا جيد، فكيف لما بتكون مناهجنا جيدة؟ صحيح. فإحنا بنحقق إنجازات لأنه عندنا معلمين في الميدان، ما زال الميدان بخير وكذلك المتعلمين، لكن يستحقون الأفضل دائما. معلمنا يستحق الأفضل. صحيح. فبالتالي لو كان منهاجنا جيد فعليا ينمي التفكير، وهذا المعلم أعد بشكل جيد ووفرت بيئة تعلمي جيدة، أنا بتوقع يعني في المستقبل راح تكون إنجازاتنا يعني أكثر في الأردن. جميل. جدا. سؤال الأخير يعني من خلال خبرتك، وهو يعني عطفا على ما تفضلت به الآن، ولما تشوفي أنت طلاب من خارج الأردن دكتورة، هل الطالب لما يكون في مرحلة زي اليوم فهمنا إحنا أنه التطوير راح يشمل من الروضة إلى التوجيهي، مش بس يعني مرحلة معينة، الآن الطالب يعني عقل الطفل الأردني أو الطفلة الأردنية بمختلف أماكن السكن في عمان ولا في المحافظات، هل هي بتختلف عن غيرها وبالتالي هي أقل يعني من الطفل في دول عربية أو في دول غربية؟ لا طبعا، بالعكس تماما. اليونسكو في تقاريرها في السنوات السابقة كانت تقول أن الطفل العربي من أذكى الأطفال على مستوى العالم، لكن مستوى الذكاء يقل عندما يدخل المدرسة. المدارس يعني العكس، بدل ما يزيد تمام نعم يقل الذكاء، أنت تقمعه، أنت يعني تمنعه من التفكير، تمنعه من التساؤل. الطفل فطريا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما خلقه يتساءل، يكتشف هذا الكون وبالتالي التناسق الكوني، فبالتالي المفتاح المعرفة هو السؤال. نحن في المدارس وفي المناهج مناهجنا الاعتيادي أو التقليدي أو المناهج التقليدي بشكل عام هو يعني اللي مبني على التلقين، مبني على حشو نظرية إنه بعتبر العقل الطالب هو عبارة عن مخزن تحشوه وبعدين بسترده في الامتحانات. لا، الآن المناهج توجهت للجديد، أنت تقيم الطالب، تقيم أداؤه، تواصله، نشاطاته، المشاريع الريادية. الآن في مشاريع ريادية يقوم بها طلاب على مستوى العالم،
في المسابقات على مستوى العالم يفوز فيها طلاب مستوى تمهيدي وبستان على مستوى العالم بإنجازات بيقوموا بمحاكاة وبيقدموا حلول لمجتمعاتهم. فطالبنا الأردني يستطيع، طلابنا عندهم إنجازات على مستوى الإقليم على مستوى الأردن على مستوى العالم ينافسوا، يستحقون منا الكثير. طالبنا الأردني عقله لا يقل عقل عن الطفل الياباني والكوري، ربما تكون أميز من ذلك طفلنا العربي. بالعكس إنجازاتنا الإنجازات العربية والإنجازات الأردنية تقول أن طالبنا متميز ويستحق منهاج المتميز ويستحق معلم متميز. جميل. أنا صار عندي هيك سؤال فضولي دكتورة رناهي، حضرتك تعلمتي في الأردن ولا في خارج الأردن؟ لا تعلمت في الأردن طبعا، وأنا من وفي تعلمت في الأردن وفي مدارس الرسمية في المدارس الحكومية وكل مراحل الدراسية، وبفتخر أنه تعلمت على أيدي معلمين متميزين كان لديهم هما ورسالة في التعليم، على الرغم من المناهج اللي أنا تعلمت فيها مناهج لم تكن تحاكي التفكير وتنمي هاي المهارات، لكن المعلم الجيد كان يستطيع أن يعني يعالج الفجوات في المنهاج. جميل. كل الشكر لك، ونعتز بقدراتك وخبراتك، وإن شاء الله دائما موفقة دكتورة. شكرا لك خبيرة المناهج وأساليب التدريس الدكتورة رناهي مجدلاوي. حقيقة استمتعنا بهذا الكلام الطيب وبهذا التشخيص. إحنا بدنا نتطور، بدنا نتقدم، بدنا نبدأ بموضوع التعليم. كل الدول تقدمت وتطورت، حتى اللي كانت تتنافس على سيادة العالم على المستوى العسكري، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وجزء من صراعها كان والأساس في صراعها هو العلم. صحيح هو كان صراع مسلح وعسكري وبدهم يكون عندهم سلاح نووي، ولكن ما استخدموا السلاح النووي، لكن العلم هو اللي كان في إحدى يعني موضوع غزو الفضاء على سبيل المثال ذكرته دكتورة، كان أساس هو بالعلم وأساسه رياضيات العلوم اللي احنا بنحكي عنه. لأن احنا بنحكي عن مواضيع كبيرة مرات، صفقة القرن والتحديات وكذا اللي بتواجه البلد والإقليم والظرف الاقتصادي، ولكن إذا احنا بدنا نبدأ بعلاج حقيقي، في علاج آني لازم يكون موجود، قرارات حكومية سريعة ومشاريع وغيره، ولكن إذا احنا بدنا علاج استراتيجي، بدنا نضغط بهذه البلد وبهذه الأمة، بدنا نبدأ بموضوع التعليم. والبداية كانت صحيحة حسب ما ذكرت أو أكدت الدكتورة رناهي، أن البداية الصحيحة بالعلوم والرياضيات، ولكن هذا يجب أن يتزامن مع تدريب معلمين، تطوير لقدراتهم، مع تشكيل بيئة إيجابية، مع إدارات تربوية، مع المناهج، هيك بتصير عندنا منظومة متكاملة نستطيع أن نبدأ من خلالها، وأن نبني وطننا وأمتنا من خلالها. نتمنى فعلا أن نكون على الأقل أن نسير على السكة الصحيحة، وإن تأخرنا بنا الزمن، ولكن أن نسير بالخطة الصحيحة لنصل في يوم من الأيام نصل